السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض عجينة البيتزا. ده كيلو دقيق منخول، وما هحط عليه معلقة خميرة بيرة او خميرة فورية زي ما بتقولوا، ودي نص معلقة كمون، ودي يعني ربع معلقة صغيرة سكر، ودي معلقة زعتر، ودي ربع معلقة ملح. هنفضل المكونات دي على الدقيق. بعد ما حطينا المكونات الجافة هنقلب الدقيق بالحليب والبهارات والملح والسكر والخميرة البيرة اللي احنا حطيناها، هنقلبه كله في بعضه كده. انا معايا كوباية لبن رايب كان عندي اهوت، هفضيه عليه العجن، واحط حبة مية. لو عايز مية بقى هعجن واشوف، لو عايز مية هزود، يعني كل ما تعجنوا ويعوز مية منكم تديله العجين، المهم العجين يبقى متماسك معانا في الاخر. قلنا العجينة كده ولمنا المكونات مع بعضها، هنحط رشة زيت صغيرة، قيمة معلقة يعني، معلقة زيت اهي، هنعصها بس كده بيها ونسيبها ترتاح. هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح 10 دقايق. وده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما عجناها والمكونات كلها مع بعضها، وحطينا لها اللبن. اللي حابب يحط لبن ماشي، اللي هو اللبن رايب يعني، حابين تحطوا لبن رايب ماشي، مش حابين بلاشه يعني، هو عندي فانا قلت استعمله فيها يعني، او في اعجنه بيها يعني بدل ما يترمى. وبعدين انا عجنتها وحطيت لها شوية مية حبة بحبة، من المهم ما تدوهاش مية كتير عشان ما تعجنش معاكم. والمهم العجينه تعرفوها ازاي ان هي لمت، لما تسيب من ايديكوا، لما تعجني والعجينه تسيب من ايدك اعرف ان هي كده مسكت مع بعضها ولمت. المهم ما تبقاش طريه خالص. افتح شويه نجهز المكونات اللي هنحطها على وش البيتزا. وده شكل العجينه بعد ما سيبناها ربع ساعه ترتاح. هنقطعها بقى دلوقتي عشان نجهز البيتزا. وده ربع كيلو لحمه انا مع السجق، مخرطه بصلايه وقرن فلفل، وحاطه ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات. بعد ما شوحت البصله نزلت باللحمه لحد ما استوى وطفيت عليه. ودي طبعا جبنه عشان التزيين، جبنه موتزاريلا، وده فلفل الوان، ودي بصلايه صغيره مقطعاها برده، ولادي بيحبوها على الوش، ودي طماطم للتزيين برده، وزيتون، ودي معلقتين صلصه. انا قسمت العجينه على اتنين، جبت صينيه دهنتها يعني معلقه زيت كده، دهنتها في الصينيه ولفتها بيها، وقسمت العجينه اتنين وهنفردها في الصينيه بالشكل ده كده. وده شكل العجينه بعد ما فردناها في الصاج. انا جبت شوكه وخرمتها كده. بعد كده هنزل بقى بالصلصه بتاعتها وهحط المكونات بتاعتها. اولا هفضي عليها الصلصه كلها، دي صلصه بيت انا عاملاها في البيت هنا، بس حطيت عليها يعني ربع معلقه فلفل الاسمر، وشعره برضو كمون، زي حبه كمون. احنا نزلنا كده بالصلصه، هنفردها بقى بالفرشه، نفردها على وش البيتزا. ودي الصلصه بعد ما فردناها على وش البيتزا. هنسيب مسافة كده يعني الحرف، مش هنروح لحد الحرف للآخر، هندهن بس مش هنروح للآخر كده. دي شكلها اهوت بعد ما دهناها. هننزل بقى بمكوناتها. ودي شكل البيتزا بعد ما رصناها ونزلنا عليها بالمكونات بتاعتها. هنحطها في الفرن دلوقتي وهنطلعها بعد ما تستوي، نحط عليها الجبنة الموتزاريلا تاخد وش اهي. بصوا جمالها. وده شكل البيتزا بعد ما دخلت الفرن وطلعت. حبيت اوريكم ان هي استوت، بصوا كده، شوفوا من تحت بقت مستويه وجميله والعجينه حلوه خالص. احنا كده رشينا الجبنه، هندخلها بقى الفرن تاخد لونه واوريها لكم لما تخلص خالص حبايبي. وده شكل البيتزا النهائي بعد ما حطيناها في الفرن والجبنه ساحت وخدت وش.
اتمنى تجربوها ويا رب تعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي اول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك فيها، خلونا نكبرها وهتكبر بكم بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ودي شكل البيتزا بعد ما قطعناها، هوريها لكم عاملة ازاي. بصوا حبايبي، دي شكلها اهيت.